ننتقل سلمى لفقرتنا الأخيرة، وموضوع جدا مهم رح نحكي عنه، العنف ضد المرأة. يمكن مهما تطور المجتمع والأسرة والبيئة، ما زالت المرأة اليوم تتعرض للعنف. متى ما تسكر الباب، إن كانت ممكن تتعرض للعنف على يد زوجها، على يد أبوها، على يد أخوها. عم نسمع للأسف، ونحن على أبواب عام 2022، إلى اليوم ضمن مجتمعاتنا تتعرض المرأة للعنف حتى يؤدي إلى فقدان حياتها. لنحكي عن الرادع القانوني للعنف ضد المرأة. معنا الأستاذة المحامية ساهر أقبيق. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. سعد صباحكم وصباح جميع الأخوة المشاهدين والمشاهدات بكل أنحاء سوريا. أهلا وسهلا فيكي. خلينا نبلش اليوم طبعا ونحكي عن العنف ضد المرأة أو الفتاة، وكيف عرفوا القانون. تماما، باعتبار ظاهرة العنف هي ظاهرة عالمية، الإعلان العالمي للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003 عرف لي العنف بهو كل اعتداء أو عمل عنيف قائم على أساس الجنس، طبعا كأنه جنس هي كأنثى، بيسبب أذى ومعاناة للمرأة من الناحية الجسدية والنفسية والجنسية. طبعا بيدخل ضمن هذا التعريف التهديد بكل أشكاله، أيضا حرمانها من حريتها أو الحد منها، سواء بحياتها الخاصة أو العامة. طبعا متى ما ذكرنا انه هي ظاهره عالميه، للاسف حوالي ثلث نساء العالم بتتعرض للعنف، يعني فينا نقول انه سيده من كل ثلث سيدات بتعاني من ظاهره العنف. طبعا هي من عده مشكله، من اكثر مشاكل وانتهاكات حقوق الانسان انتشارا وتوسعا. ليه؟ لانه بيحط فيها ظواهر الافلات من العقاب والصمت. طبعا اكيد العنف هو ما حيبرز من لا شيء، اكيد في له اسبابه، اللي هي ممكن تكون عدم وجود قوانين رادعة، أيضا حالات الفهم الخاطئ للدين، وفي عنا موضوع هذا كتير اللي بيأثر نحن فينا، أنه العادات والتقاليد. طبعا البنت أو الفتاة أو المرأة الزوجة بتتعرض للعنف، رقم هذا الشيء بتقابل هذا السلوك العنف بالقبول، ما بتعترض عليه كلام المجتمع. يعني مثلا القانون عنا نحن هون بيورث المرأة، لكن العادات والتقاليد بتحرمها، ما هي بتخاف انه تتعدى على القوانين والاعراف وبتتنازل عن حصتها الارثيه. ايضا في عنا نحن موضوع تفشي الجهل، الفقر، الضغوط الاقتصاديه والاجتماعيه، الازمات الانسانيه، مثل نحن بمخيمات النزوح للاسف بيعانوا الفتيات من كثير اشكال العنف، الاخص منها هي زواج القاصرات. في عنا ايضا بيعهم للاعمال المنزليه للاسف. ايضا في عنا موضوع الادمان على شرب الكحول وتناول المخدرات، هذا بيزيد من حالات التحرش الجنسي وغير أسباب كثيرة. أستاذة، خلينا نحكي عن صور وأشكال العنف ضد المرأة. هي ظاهرة على مستوى العالم، يعني صحيح. عم نشوفها للأسف، وكل ما تطور العلم وكل ما تطورنا وصرنا على أبواب 2022، ما زالت المرأة تعرض للعنف في أشكال وصور له وغير مبرر. يعني تعرض المرأة للعنف تحت أي بند اليوم؟ تماما، على رأسها العنف الجسدي اللي بيتمثل بضربة، إيذاء، للأسف في حالات بتوصل للقتل. في عنا العنف النفسي اللي هو الإساءة النفسية، التشكيك بسلوك المرأة، التهديد، التخويف. في عنا السلوك العاطفي اللي هو العنف العاطفي اللي هو بتلفظ بألفاظ الشتائم، القدح، الذم، حتى التنمر عبر الإنترنت. في عنا العنف المنزلي، كيف بيكون بالمنزل الواحد في تفرقة ما بين الأولاد الذكور والأولاد البنات. تماما، في عنا الحالة الثانية اللي في العنف اللي بتعرض له بالعمل، المرأة العاملة اللي بتخدم بالمنازل ممكن تعرض بالعنف خلال الاعتداء عليها، حرمانها من حقوقها. أيضا العنف الاقتصادي، هذا كيف بيكون؟ بيكون بالسيطرة على أموال الزوجة أو أموال المرأة، ممكن يكون حرمانها بالقوة من العمل، ممكن يكون عدم تأمين مستلزماتها، حتى في حالات بيجبروها على التسول للحصول على الأموال. في عنا أيضا العنف اللي بيتمارس على السيدات المسنات، هذا بيكون عن طريق إساءة معاملتهم، تتعرض له من قبل مين بيرعاهم، سواء كان داخل المنزل او في مراكز رعايه المسنات. طبعا المسنين كل مين المسنه، كل مين بلغت 60 سنه فما فوق. ايضا في عنا العنف اللي هو بتعرضه بحكم جرائم الشرف، وهي للاسف بيتخذوها مثل تبرير. صحيح. تماما، تبرير لتصرفاتهم، هي بتكون بالاصل بدافع الانتقام او لدوافع شخصيه، انه عدم زواجه من ابن عمها، عدم قبولها من زواجها من الاقارب. هي أغلب صور وأشكال العنف اللي بتتعرض لها المرأة أو الفتاة في سوريا وبالعالم بشكل عام. طيب خلينا نحكي أستاذة اليوم عن العواقب اللي ممكن تكون قانونياً تجاه المعنف،
والذي يقوم بفعل التعنيف أيضا. اليوم كيف نظر المشرع السوري إلى هذا النوع من الجرائم؟ تماما. هلا بالنسبه للمشرع السوري، نحن ما كان في عنا تعريف صريح وواضح للعنف، وايضا ما في نصوص قوانيه رادعه بشكل ايضا صريح، لكن الدستور السوري اللي هو اسمى القوانين نص بصريح مواده على ان الرجل والمراه متساوون في الدستور امام القانون من حيث المواطنه. ايضا نحن المراه السوريه داخله بجميع مفاصل القرار بالدوله السوريه، جميع مفاصل القرارات والسياده بدءا من منصب نائب رئيس الجمهوريه، مستشاره رئاسه، وزيرات، نائبات برلمان، رؤساء منظمات شعبية وأحزاب وغيرها بالسلك الدبلوماسي بالقضاء. القانون السوري عمل على دائما معالجة القوانين التمييزية والحد منها بدالة بمواد لصالح المرأة، مثل آخر تعديل صدر عنا بقانون الأحوال الشخصية السوري اللي كتير أعطى حقوقها للمرأة بصراحة كانت مغيبة، مثل رفع سن الحضانة إلى 15 سنة، أعطى المحضون إمكانية التخيير بين والده أو والدته، أيضا رفع سن الزواج 18 سنة، أعطى المرأة حقها بتقييد عقد الزواج بشروط خاصة مثل إمكانية العمل، طبعا وضع العصمة بإيدها بيد الزوجة، أيضا أنه عدم الزواج من زوجة ثانية أو عدم التواجد مع الزوجة الثانية بنفس المنزل، أيضا في حالات أنه أعطى المهور قيمة القوة الشرائية للسعر الليرة يعني عند المطالبة فيها، يعني رفع، لأنه بنعرف نحن مهور عنا أحيانا زمان تماما، وبنتيجة التضخم أعطى أنه ممكن الزوجة تقدر تحصل مهرة بحسب قيمة الشرائية تماما يوم بتاريخ المطالبة. أيضا منع سفر الطفل من دون الموافقة الأب والأم معا، كان سابقا فقط موافقة الأب، صحيح. تماما صارت الأب والأم معا، يعني أعطاها حقوق، حتى منع الأب من تزويج بنته لو كان بدون موافقة صريحة، يطلب موافقة صريحة حتى لو كان في وكالة مفوض فيها، بس لكن يشترط الموافقة الصريحة. أيضا لفتة كمان بقانون السوري أن في عندنا موضوع جرائم الشرف سابقا، صحيح. كانت تعتبر تماما، كانت تعتبر من العذر محل، بعدين بالتعديل عليها بال2009 أصبحت طبعا كيف هي بتكون من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته بجرم السن المجهود أو بصلات جنسية فحشاء كانت يعد يستفيد من العذر المحل. بال2009 أصبحت عقوبتها سنتين، بال2019 تعدل عليها أصبحت من 5 إلى 7 سنوات، بال2020 ألغى العذر المخفف نهائيا، صحيح. أصبح يعامل كمجرم عادي تماما، يعني يعامل مرتكب هاي جرائم ك يرتكب أي جريمة أخرى تماما. أيضا في موضوع القانون تطرق له بموضوع التحرش تماما، سواء التحرش جسدي أو لفظي والأفعال المنافية للحشمة عاقب عليها، وأيضا عدل على المادة اللي بتعفي المغتصب من العقوبة إن كان تم الزواج بالمجني عليها وعقبه بالحبس لمدة سنتين. مثل ما ذكرت يمكن أستاذة، تم تعديل كثير من البنود ضمن قانون الأحوال الشخصية لا تضمن المرأة حقوقها اليوم، ورغم ذلك ما زالت المرأة تتعرض للعنف في مجتمعاتنا. خلينا نحكي قديش فعليا كمان يجب زيادة بنود لصالح المرأة قانونيا، تمام. والحلول الفاعلة على أرض الواقع لحماية المرأة من العنف، لأنه أحيانا المرأة تشارك بتعنيف نفسها من خلال السكوت، صحيح. على هذا العنف، لأنه أساسا ما في سند، يعني صحيح. كنا سابقا نسمع، والآن يعني في عم يكون في تكتم، عم تسمعي على مواقع التواصل الاجتماعي بحالات يعني لهلا بتسمعيها وما بتصدقيها، وللأسف حتى جمعيات لدعم المرأة بشكل قوي، لأنه في خوف يعني اتجاه التعبير الصريح للمرأة لتقول أنه تعرضت للعنف. كيف فينا نعمل حلول فاعلة قانونيا؟ ما زال القانون يحتاج إلى إضافة بنود، يعني تعدل بشكل كبير، وإضافة يمكننا نقول قانون كامل للمرأة ضمن الأحوال الشخصية وضمن مجتمعاتنا من خلال الجمعيات، من خلال فينا نقول المجتمع المحلي الفاعل. تماما. على رأسها أهم شيء أنه نحاول نعد لجنة بشكل مستمر يكون عملها متواصل لدراسة القوانين التمييزية بجميع التشريعات السورية، نحاول نشوف شو في مواد فيها عنصرية تجاه المرأة نعدلها. على رأسها مثل الطلاق التعسفي اللي هو الطلاق بيكون بإرادة الزوجة المنفردة للزوجة آخر شيء بتدرى فيه، هون بهذا الموضوع هو لحاله هذا عنف بحد ذاته. أيضا نحن يكون عنا دائما أنه في إطلاق حملات توعية بشكل مستمرة، ويكون في عنا خط ساخن للنجدة.
ايضا تفعيل دور المنظمات او الجمعيات فينا نقول الاهليه والمدنيه ورجال الدين تماما والاصلاح، بعدين رفض اي سلوك قائم على العنف مهما كان حجمه. صحيح. بعدين كمان في عندنا موضوع انه لازم نحن نسن تشريعات صارمه تتعاقب تماما. انت بتطلع على القانون بتقول يجب ان يكون ضمن هذا القانون 1 و2 و3 تماما. هلا لما بيكون نحن في عندنا تماما فيكون في عندنا تشريعات صارمه بتعاقب المجني عليه بعقوبه، مع تشديد العقوبه وتعويض المراه اكيد حيكون الشخص حيفكر 1000 مرة قبل ما يمارس التعنيف على المرأة. لما بيكون في قوانين رادعة وعقوبات شديدة طبعا مع التعويض، أيضا يكون بنفس الوقت يكون في أماكن بحس الجأ للمعنفة، في حين أنه للأسف يعني على اللفظ أنه هربت من المكان اللي عم يتمارس فيه العنف، يكون في أماكن تلاقي فيها الراحة والأمان. أيضا في عندي موضوع أنه نشتغل على إعادة دعمهم، طبعا هن بيكونوا ضحايا للأسف العنف الجسدي والنفسي بيكونوا محطمين. أنا بدي أشتغل على إعادة تأهيلهم مشان دمجهم بالمجتمع، وايضا تفعيل دور الرعايه تبع تكون للمنظمات او لهيئه وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، بتشجعهم فيه على ممارسه مهارات تعلم حرفه معينه مشان اكتساب المال، مشان نبعد عن الجو كله هذا اللي فيه تعريف، يعني بتصير في استقلال نوعا ما مالي للمراه المعنفه. اكيد يعني بنتمنى دائما يكون كل مشكلة لها حل بالقانون، ويكون هالقانون داعم للمرأة ولكل أفراد المجتمع. بالختام نشكرك أستاذة سهير أقبيق المحامية على تواجدك وعلى كل المعلومات اللي قدمتها. يا هلا فيكي. بس بدي نوه فقرة أخيرة، بحب أختم أنه العنف هو ظاهرة بتعكس مدى حضارة المجتمع ومدى احترام الإنسان لنفسه ومدى احترام الإنسان للإنسان. نحن بنرفض العنف كل إشكاله، سواء تجاه المرأة أو تجاه الرجل أو تجاه الطفل أو تجاه الحيوان. بالأخير بنوجه تحية أكيد لكل شخص بيحترم المرأة وبيعاملها بإنسانية وبيعتبر موطن له. بتشكركم على الاستضافة. أكيد كل مرأة عم تتابعنا اليوم، ممنوع تعنف المرأة، لازم كل النساء تتكلم بصوت عالي، لأنه تحت أي مبرر وصلنا على أبواب 2022 وما زالت تتعرض للعنف والمشكلة المحيط والبيئة والمجتمع بيبرر للفاعل للأسف. صحيح. فبدي أتشكرك أكيد، وبدنا نوجه تحية لكل النساء السوريات. شكرا كثير لك. يا هلا، يسعد صباحكم. يا هلا فيك. شكرا لك.